أعداد اليهود في العالم اليوم أقل مما كانت عليه عام 1939 قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. هذا ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي اليوم في تقرير تم نشره قبيل إحياء ذكرى ما يعرف بالمحرقة اليهودية أو الهولوكوست على يد النازيين. المكتب قال إن عدد اليهود في العالم اليوم يقدر ب 15,700,000، أما عددهم عام 1939 عشية الحرب العالمية الثانية فكان 16,600,000، مضيفاً أن 7,100,000 يعيشون في إسرائيل و6,300,000 في الولايات المتحدة، وهو ما يشكل 85% من إجمالي عدد اليهود في العالم. أما النسبة المتبقية فغالبيتها تتوزع في فرنسا وكندا وبريطانيا والأرجنتين وروسيا وألمانيا وأستراليا. وبحسب مكتب الإحصاء الإسرائيلي فإن عدد اليهود في العالم سيتجاوز ما كان عليه قبيل الحرب العالمية الثانية في حال استمر النمو السكاني بالمعدل الحالي.